الأجواء في محافظة خان يونس لا تختلف عن باقي المحافظات، تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية، غارات بين الحين والآخر على مناطق مختلفة. كان آخر هذه الغارات في منطقة بني سهيلة في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على إثرها تم انتشال عدد من الشهداء والإصابات، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي هنا في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وهي من المحافظات التي طالب الجيش الإسرائيلي سكان القطاع التوجه إليها إلى جانب المحافظة الوسطى في دير البلح والبريج والمغازي والمغراقة، وأيضا إلى محافظة خان يونس وكذلك رفح. الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق، سيما الطائرات الحربية من نوع F-16 أو طائرات الاستطلاع التي تشكل هاجسا وخوفا وقلقا للفلسطينيين منذ صبيحة هذا اليوم، ويتوافد الأقارب والأهالي هنا من أجل التعرف على جثامين أبنائهم في مستشفى ناصر والقيام بأخذهم من أجل أداء الصلاة عليهم ودفنهم. هذه هي الظروف في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. لكن إذا ما تحدثنا عن غزة فإن السكان لا يسمعون سوى أصوات غارات إسرائيلية متواصلة، تحليق مكثف للطائرات، استهداف متواصل لمنازل السكان وكذلك استهداف للمساجد هناك. اشتدت الغارات طيلة ساعات الليل، لكن لا تتمكن عدسات الكاميرا من رصد وتوثيق أي حدث في مدينة غزة. لكن طيلة ساعات الليل كان هناك استهداف لعدة منازل في غرب مدينة غزة في حي الشاطئ والشيخ رضوان والنصر، وأيضا غارات إسرائيلية كانت في مدينة غزة في حي الصبرة واستهداف لمنازل مواطنين ومساجد. لكن الجدير ذكره بأن المنازل التي يتم استهدافها وبداخلها مواطنين وسكان لا يتم رفع الركام عنهم ولا يتم نقل المصابين إلى أي مكان، بمعنى أن كل بيت يقصف وعلى إثره يقع عدد من الإصابات لا يتم انتشالهم، لأن لا سيارات إسعاف تتحرك باتت في الشوارع والطرقات، وأيضا لا يوجد سيارات مدنية تقوم بنقل هؤلاء المصابين أو الشهداء إلى المستشفيات، لأن إسرائيل تفرض حصارا مشددا وخانقا على مجمع الشفاء الطبي والذي كان هو وجهة سيارات الإسعاف والسيارات المدنية عندما يتم نقل مصابين أو شهداء. في مدينة غزة تجري إسرائيل مجازر بعيدا عن مسامع ومرأى العالم، والسكان لا يسمعون سوى أصوات انفجارات وتساقط لبيوت على رؤوس قاطنيها، وأعمدة الدخان تتصاعد من كل مكان في مدينة غزة، سيما في المناطق التي تتوغل فيها الآليات والجيش الإسرائيلي، سواء كنا نتحدث عن منطقة النصر أو الشيخ رضوان أو مخيم الشاطئ أو وكذلك غرب مدينة غزة في محيط منطقة أبو حصيرة أو في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، وهي جميعها مناطق تتوغل فيها الآليات العسكرية والجيش الإسرائيلي، ويفرضون طوقا مشددا حتى على من هم في داخل هذه المنازل، يقومون بتهديدهم وترعيبهم بعدم الخروج من المنازل والبقاء بداخلها. والسكان في تلك المنازل لا يجدون طعام ولا شراب ولا مأكل، ولا يستطيعون أيضا أن يخرجوا من منازلهم ويتوجهوا إلى المناطق الآمنة مشيا على الأقدام. في غزة تجرى مجازر بعيدا عن المرأة وعن المسمع ولا أحد يدري بها، لكن ما نعلمه هناك أن هناك عدد كبير من الإصابات في المنازل التي يتم استهدافها والمساجد والطرقات، ولا أحد يستطيع أن يقترب من هؤلاء المصابين الذين ينزفون في الشوارع والطرقات وأمام المنازل، ولا يستطيع أحد إنقاذ حياتهم كما جرى ليلة أمس أيضا في مستشفى مهدي. هذا المستشفى الذي يضم أطباء ونازحين وحالات ولادة، وهناك عدد من الشهداء والإصابات يتواجدون بداخله إلى هذه اللحظة، على الرغم من أنه قصف بالأمس، لكن لا يستطيع أحد أن يقدم لهم لا العلاج ولا الدواء ولا الرعاية الطبية في ظل حصار مطبق وخانق وحرب شرسة منذ 37 يوما لم تبقي شيء، لا شجر ولا حجر، والآن باتت المجازر ترتكب بعيدا عن مرأى ومسمع العالم الذي يعني يغض الطرف عما يجري من مجازر هناك. وما زال هناك عدد أيضا كبير من الناس الذين يلجؤون من مدينة غزة وشمال القطاع إلى وسط القطاع وجنوبه. وعندما نتحدث عن حالة النزوح، كنت بالأمس أحد النازحين مع هؤلاء السكان الذين خرجوا من تحت مرمى الصواريخ الإسرائيلية التي اشتدت وتشتد طيلة ساعات الليل والنهار. في الطريق عليك أن تمشي لمسافات طويلة مشيا على الأقدام، ربما تجد عربة تجرها الدواب قليلا
تقوم بالسير بك لعدة مسافات، لكن ما أن تقترب من الجيش الإسرائيلي عليك أن تمشي على الأقدام، أن ترفع يديك الاثنتين، أن ترفع أي بطاقة تعريفية خاصة بك، ومن لا يجد عليه أن يرفع يديه. وأنا واحد من الذين لا أمتلك لا ورقة لا تثبت لا جواز سفر ولا هوية ولا أي أوراق، لأن البيت قد قصف ولا أمتلك أي ورقة تعرف عني. قمنا برفع أيدينا ومشينا لمسافات. كان هناك عدد من الجنود خلف ثكنة رملية وعليها عدد كبير من القناصة يوجهون أسلحتهم تجاه النازحين ويطالبونهم برفع أيديهم. بعد خمسة أمتار عن هذه القوة من القناصة كان هناك ثكنة كبيرة للجيش يتجول فيها عدد كبير من عناصر الجيش الإسرائيلي. أيضا هؤلاء يقومون بتصوير، يمتلكون عدسات تصوير، كل من يسير من النازحين يقومون بتصوير بصمات العين. أمامنا قاموا بالمناداة على شابين، طلبوا منهم أن يلقوا الأغراض التي بأيديهم وأن يرفعوا أيديهم ويقتربوا من المكان الذي يتواجد به الجيش. طالبوهم برفع أيديهم ومن ثم من خلع ملابسهم والبقاء واقفين، ومن يسير مع النازحين عليه ألا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، وأن تمشي في طريقك مشيا على الأقدام. أيضا لمسافات طويلة قطعنا ما يقرب من 15 كيلو متر مشيا على الأقدام، لكن طيلة فترة الطريق ونحن نمشي شاهدنا جثث على الأرض، شاهدنا سيارات متفحمة ومحترقة بشكل كبير جدا، شاهدنا منازل مواطنين مدمرة بشكل غير مسبوق، شاهدنا مصانع محترقة ومدمرة كذلك، إلى أن وصلنا إلى وسط القطاع وجنوب القطاع، ما يعني أن الظروف صعبة جدا وغاية في السوء، والنازحين يمرون بظروف غاية وصعبة جدا. ليس كل النازحين قادرين على المشي على الأقدام، في الطريق كانوا يجلسون على الأرض لبضع دقائق لأن معهم أطفال صغار يبكون يصرخون من الخوف ومن شدة ما يشاهدونه في الطريق طيلة هذه الفترة. هذه صورة مصغرة من حجم المعاناة التي يعانيها أيضا النازحين الذين يلجؤون من مدينة غزة وشمال القطاع إلى وسط القطاع وجنوبه، لكن هذه هي صورة الحال. غارات إسرائيلية متواصلة، تحليق مكثف، مدارس ممتلئة ومتكدسة بآلاف النازحين في مناطق مختلفة من وسط القطاع وجنوبه. محمد الدعور مراسل الغد من خان يونس، شكرا جزيلا لك.